فهمت تسمون على صفاق في على 91.2 تونس على 93.5 ينضم بحذينا لانفيتي دو لا سيمين لانفيتي الاول يكون معنا من فرنسا اون ديريكت تاتي جي 13 عسلامة طليل مرحبا بك مرحبا بك على ديوان اف ام استنيتك برشا باش تكون بحذايا في استوديو ولا غالب باش ناخذوك توا بالتليفون ربي نورك خويا الباهر نرحب بك ونرحب بالتبعي ديوان اف ام واللي كيف كل اللي معك خويا الغالي والله غالب هي طاولة ان شاء الله ربي يسهل ونقابلها قريبة خير ربي يسهل تنجموا تتابعونا على الفيديو فيسبوك على ديوان اف ام تشوفوا تاتي جي 13 لابس بالاورانجي بالورا في كهرباء زادة يسلم علينا يعطيك صحة طليل نبدا بطليل اول حاجة رابور اللي صنعت منه الغربة نجم هل تستمد الانسبيراسيون من الظروف الصعبة اللي تعديت بها في فرنسا ولا لا؟ أكيد تو من منش معدي معنت أشهر هو تو معدي 6 سنين 17 أكتوبر نتذكر 6 سنين خويا أيمن وأكيد الغربة جزء كبير من حياتي وهي اللي مستمد منها في الانسبيراسيون والموسيقى والعيشة الكل حليف اوكي احكي لي تاتي برشا متابعينك وما شاء الله هما برشا في الشين يوتيوب نتاعك سورتو ونشوف التفاعل نتاعهم عن طريق لي كومونتير اي تو احكي لي تاتي جي 13 كيفاش يصنع التيتر اللي حبوه العبيد اعطيني البروسيس نتاع التيتر كيفاش تحضر تراك ونسجل ونصور الكليب كيفاش تاتي دخلنا لك الغرفه المظلمه نتاع تاتي جي 13 في البرودكسيون والله العمليه الحق ما نسيش برشا تفكير خويا ايمن اللي كتبه وين ما يجي ساعات نبدا وحدي ساعات مع اصحابي ساعات نبدا في التران ساعات نبدا راكي شتى في جرده ولا في حاجه ولا في لاك ديما الكتيبه نكتب ديما بالطريقه هذه لما تجينا الانسبيراسيون ولا نبدا نخمم في حاجه نحب نكتبها طول في بلاصه وبالنسبه للتسجيل ديما عندي استوديو نتعامل معاه هنا استوديو بلاستا استوديو باي على الاخر استوديو برو نتعامل معاه نتعامل في امور الكليبات نتعامل مع الفريق الشرقي صاحبي تونسي نوجه له التحيه الكل وديما هيك نفس الكيف خويا الغالي عندي عميل اللي رجع في المزيكا ديما الكيف هذه وزيدا صورت فما دي كليب صورتهم زيدا في تونس فما دي تونس في تونس صورت كليبات تعاملت مع سليم باي تعلمت مع محمد طارش الميوزك تعاملت مع برشا مع باهر مع حاتم بشعيد برشا تعاملت معهم في تونس كثير والنجاح متاع الكليبات اللي ما شاء الله توا نلقاك في المراتب الاولى في التوندونس اليوم نلقاوك دوزيام في التوندونس في تونس ارقام في تصاعد هل هي متعه تستمتع بها تاتي طليل والا مسؤوليه تراها؟ والله شوي من هيك وشوي من هيك يا اخويا من الحق هي متعه صحيحه خاطر اي عبد في بالي كيبدا يكون يحب الحاجه اللي يخدم فيها ويتعب ويضحي عليها كي تجي نتيجه باهيه يكون مستمتع بالشيء هذاك اكيد جدا ومسؤولية خاطر التبليغ قاعد يكبر ويلزم معناتها الواحد يعرف شي يسرب للناس يعرف شي يقدم لهم الور في الحالة هذه راه يجوز متعة ومسؤولية صراحة نرجع للارقام ما شاء الله 90 مليون في لونسومبل بتاع الباج بتاع شين يوتيوب بتاعك 90 مليون اكثر من 90 مليون مشاهده فما نتصور فما بيزنس فما مدخول من فما لا لا فما بتبيع فما مدخول لان ما تكذبش عليك اليوتيوب يخليك جيت عايش ما زلت معناتها ما روحتش لتونس ما عملتش شوكيز ووسات حتى فرنسا مع الفتره بتاعت الكورونا معناتها ما خدمتش الحمد لله مستوره الريفينيو تاع اليوتيوب الريفينيو تاع الستريمينغ والبلاتفورم راه يخليك تكون عايش تكون تخدم في الكليبات وتخدم في الموسيقى سافا اكسبتات انت حكيت على الشوكيز والحفلات نتصور باش يكونوا برشا حفلات جمهورك متعطش سورتو اللي ما قابلكش برشا وما شافكش في اللايف نتصور برشا نجاحات باش تكون وبرشا حفلات ناجحه انا واحد من الناس باش نكون حاضر انا من تو بدا نرجع تو اكيد والله حتى انت كنت متشوق يعني نستنى في اللحظه هذيك خويا ان شاء الله جيت ربي يسهل ومن بعد كل شيء يجيك وقت الواحد بالصبر صبرنا سنين تو في المزيكا راني 10 سنين من المزيكا معناتها مازال الديري ومازالت الدنيا واكيد يجي نهار وتثمر النتيجه ان شاء الله. اوكي نرجع بيك لغنيه ديكونيكتي اللي تبعنا لي بارول نتاعها هل هي عندها علاقه بوفاه ولد عمك اللي توفى مؤخرا لهنا في البلاد؟ صحيح انور الخال وسامح صاحبي الله يرحمهم ولد عمي انور هو توفى المده اللي فاتت مات مغدور مات بالسكين توفى المده اللي فاتت وكيف كيف سامح خاطر في ديكونيكتيش بدت من الزوج توفى غارق في لاك مغادي الجناش في اليوم الله يرحمهم ديكونيكتيش حبيت بقيت فتره سميت تويتر ديكونيكتيش ايمن خاطر بقيت فتره بعيد على الستوري وبعيد على الريزو سوسيو وحبيت نخرج حاجه معناتها زي
ذكرى تبقى لي وتبقى لاصحابنا ولاحبابنا كل اللي معناتها عندنا علاقه صحبه الكل مع بعضنا وسميتها ديكونيكتيف. الله يرحمهم. نرجع توا لتاتي جي 13 اللي طريقه الكتيبه نتاعك ان بو ديفيرونت، نشوفها مختلفه فيها برشا اولد سكول. هل انت باش تحافظ على القلايم هذه اللي نجح معاك، ولا باش تبع تركب شويه على الفايب الجديده وتستعمل سورتو لي ديكسيونير جدد اللي نسمعوا فيهم تو في اغنيات اون توندونس في الراب؟ والله ايمن نتعامل بحسن، ايمن مانيش مربوط بستيل معين، ساعه تجيني حاجه نحب نكتبها اولد سكول نكتبها نكون شايخ عليها معناتها في الاندر جراوند، راني نعملها كيما نحب معناتها بالطريقه هذيك. وساعات تجيني الحاجه باش تكون ديفاي تاع حاجه شورتي تاع حاجه مختلفه على اللي موجود، ماذا بيا ديما نكون بالاحساس نتعامل الحاجه كيف نحب نخدمها بالطريقه المعينه نخليها تمشي بالطريقه هذيك المعينه ونحطها على اليوتيوب. تاتي زاد انت تو تنسبير من لي زانسترو، خاطر توا لا ماجوريتي نتاع لي رابور ياخذوا دي زانسترو حاضرين يغنيو عليهم. انا ريتك زاد في اغنيتك جديده بالكل نروح الانسترو ماخوذ من الانترنت نتصور من البروديكتور رامون. دونك رامون هو البروديكتور مغربي معروف، لكن للامانه الحقيقه راني في الالبوم تاع ولد فاميليا على العموم مازالوا برشا في تروات ونورمالمون كان سيت هبطت منها كان اربعه كهو. التعامل اكثر باش يكون مع حبيب الزقانك. حبيب الزقانك هو اللي باش نتعامل معه معناتها في الخدمه الكل المده الجايه ان شاء الله. نوجه له تحيه وان شاء الله رانا باش نوركم حاجات باهيه. اوكي نرجع بيك انت تاتي من لي رابور اللي طرقت لبرشا مواضيع انترناسيونو، حاجات حكيت على الحب، القضيه الفلسطينيه، المشاكل الاجتماعيه. نرجع بيك للحب توا، فما اغنيه نجحت برشا ونشوفها هي في التوب في ستريم، اغنيه نوره اللي هي واقعيه. نوره وشكون نوره هذايا؟ والله نور سالوني عليه قبل السؤال ايمن، نوره راهي وصيتني معناتها اسم مستعار، جيت حبيت ان نمثل الانسان كيف يكون متغرب وتكون معناتها الحبيبه والصديقه في البلاد ما تصبرش معاه، فيها شوي من الحقيقه وفيها شوي تغيرات معناتها حبيت نديرها على الكل. ما كنتش مربوط بحكايه خاصتني وحدي ولا حكايه خاصه بصاحبي ولا بانسان معين، حبيت نعمل حاجه تكون تمثل نوعيه الناس هذوكم اللي يخرجوا يتغربوا لكن اللي يحبوهم ما يصبروش معاهم. فهمتني؟ صحيح. نرجع بيك زاد الالبوم ولد فاميليا اللي خرجته، نزلنا نستناو في بقيه الالبوم. عملت انت فيتورينج ناجح برشا مع كلاي، فيتورينج اخر ناجح مع تحيه لكلاي بي بي جي. عملت زاد تعامل ناجح برشا مع ريان يوسف وكان ستيل جديد نتصور في الراب شونتي. ما شجعكش هذا باش تدخل في تعاملات جديده سورتو البوم ما فيش برشا دي فيتورينج؟ جستمون الالبوم هذا كنت ما نكذبش عليك في الشان نتاعي ايمن كان معايا في العامين هذوما كان كلاي وريان معناتها البقيه الفتيات الكل سوا خدمه سوا مع اصحابي كانوا في ديشان اخرين معناتها في الشان نتاعي. في البوم ولد فاميليا استدعيت برشا اصحابي معناتها دي ارتيست نشيخ عليهم ان شاء الله باش تشوفوهم معايا المده الجايه في الفيتورينج وان شاء الله باش تكون حاجات ناجحه. حكيت لي على لي زارتيست تشيخ عليهم، اعطيني شكون من لي زارتيست في تونس اللي تو تنسبير ولا تحبوا برشا وتسمعوا انت؟ ريتك بكري دندن مع نتفكرنا صغار، اعطيني لي زارتيست اللي في تونس بالرسمي تحب تفايت معاهم، نحكيو شكون اللي تراه قريب لك برشا تعمل معاه تعامل جديد ويكون ناجح؟ والله التعلق يكون باغاني اي مخويا باغاني معناتها مانيش مربوط معناتها بزارتيست معينين هكاهو. مربوط باغاني معناتها ساعات حاجه تاثيريني ساعات حاجه نحسها تمثلي راني نحبها. اللي زرتيت راني نشيخ على برشا في تونس، ثم برشا تشيخ لي عليهم وباش تشوفهم في ديتيت معايا المده الجايه. سمي لي شكون الاقرب لك؟ اللي تسمعه مش اقرب لك انسان. اقرب واحد ان شاء الله مع كاز المده الجايه ان شاء الله. هذاك علاش كنت داندا في نتفكرنا صغار وحفظ؟ لا والله حتى مش مطيبش الاغنيه هذيك نحبها نتفكرنا صغار نحبها برشا. تحيه الكريم اغنيه ناجحه برشا وممتازه في البارول في باهي. نجموا نلقاوك في جديد مع كازو هذه الاولى. هاي كمل بقيت كونفيرمي ان شاء الله المده الجايه، هذا الحاجه الحاضره حاليا راهي ان شاء الله المده الجايه. شكون الفيت نتاع دريم فيت اللي تحلم اللي تعمل معاه فيتورينج؟ والله ما عنديش دريم فيت، عندي برشا معناتها ان شاء الله تواتي ونعمل فيتورينج مع بعضنا، لكن يا ايمن راني برجليه نحب نحكي كان علي كونفيرمي ديجا معناتها حاضر الخدمه، ما نحبش نحكي في حاجه مازالت ماهوش كونفيرمي. احنا نحكيو في المطلق شكون تحب تتعامل معاه اللي يكون بعيد برشا، ينجم يكون حتى فرنساوي، ينجم يكون شكون الفيتورينج نتاع الاحلام نتاع تاتي جي 13؟
والله برشا ايمن، والله برشا ما عنديش في راسي شكون تو، لكن برشا برشا نحب نحكيك معاه. اوكي بي اعطيني شكون الانسبيراسيون نتاعك في الراب؟ انت ما شاء الله بديت عندك برشا معني من قيدك مع جماعه الاولد سكول، منين تنسبيري الموسيقى؟ من امريكا، فرنسا، تونس؟ اعطيني سورس دانسبيراسيون، خاطر الريجيستر اللي عندك انت ما نجمش نحصلك في الراب شونتي، في الاولد سكول، في الـ في, في الليريكال، ما شاء الله معني مشيت في البلايص الكل، منين خذيت الانسبيراسيون هذه؟ نحب نزور برشا برشا ستيلات وبرشا حاجات نخدمهم. كنت صغير ايمن ما تنساش علي، كنت متعلق بالزونسيان في الراب، في راب فرنسا، وتو حاليا حتى الراب عندنا المورا ومتحرك برشا مع الايطاليين، زاد راه متحرك برشا معاهم المزيكا، ونسمع بارتولي زي امريكا هذيك حاجه اكيد. مانيش مربوط معناتها بشكل معين ولا بحاجه معينه، نتبع في كل شيء ونسمع في كل شيء ونستوري. اوكي، والشهرة نتاعك وصلت، نعطيك سكوب، وصلت للخليج. فما شكون اسمه بيغ هاس، لاهي باللي رابور في الميدل ايست، في الشرق الاوسط، كان بعث لي ميساج وقال لي تاتي جي 13 هذا اعطيني الكونتاكت نتاعو، نحبوه في فيتورينغ عربي. دونك هما باش يعملوا ان بروجي نحكيو عليه، البروجي دو بيغ هاس، باش يجمع فيه لي رابور من العالم العربي الكل. وتفاجئت اللي هو اختارك انت وقال لي اعطيني الكونتاكت نتاع تاتي جي 13 باش تشارك في المنتخب بالعربي هذه. هذاك بليزير خويا الغالي، كيف حاجه راهي تفرحني وحاجه تزيد تحفني باش نعمل حاجه ما خير ونزيد ونزيد ماتيري اكثر عدد ان شاء الله. يعطيك الصحه. شنو مساجك اللي تعطيه تبعثه للفان نتاعك سورتو في تونس، الباز فان اللي ما شاء الله كبيره برشا؟ واعطيني اعطيني وقتاش نشوفوك بحذينا؟ بالنسبه للفان ان شاء الله المده هذه ديجا حكيت في لي لايف عملتهم في الانستغرام، راني باش نمشيني برشا الايام الجايه، عندي برشا كليبات باش نهبطهم بكل 20 يوم، كل اسبوعين، كل شهر، وماكس باش نهبط كليب المده الجايه. وهكا هو ان شاء الله تكون حاجه ناجحه وان شاء الله تكون حاجه تفرحهم. انا محضر لهم برشا خدمه ومحضر لهم برشا حاجات خدمتهم كيف ان شاء الله توصلهم كما نحبها يعني وتمشي معنا. اوكي، اخر سؤال يكون شخصي شويه، ما عندك الحق تجاوب ولا لا، وضعيه تاتي جي 13 في فرنسا، متزوج، عندك شكون؟ والله حاليا ما نكذبش عليك ما عنديش معناتها حاجه كونفيرمي 100% ايمن، ما زلت نتبع في برشا حاجات ما زلت ماهيش كونفيرمي، خاطر كل مره نقول ان شاء الله المده الوقت الفلاني باش تتريق وضعيتي ونروح، لكن من بعد تصير لي حاجات حبيت ديما نخليها بالكتمان كما الناس الكل، لان مش مربي يفتح المده الجايه ان شاء الله. هربت بيا من سؤال، انا سالتك تاتي جدريز هل في قلبه شكون ولا لا؟ اي فما شكون. اهلا وسهلا به. دونك ان شاء الله نشوفوك على قريب تاتي جي 13، فرحان برشا اللي استقبلتك اليوم في اوربن 5، ان شاء الله تكون بحذانا، تجي بحذانا في استوديو جميل نتاع ديوان اف ام وتكون بحذانا. حتى انا راني فرحان برشا خويا بالاستضافه هذه، راني نحبك برشا ونشكركم على الاستضافه هذه، وان شاء الله المره الجايه تكون حداكم غادي ونكونوا نفس الكل فرحانين ان شاء الله. يعيشك. باش نسمعوا المستمعين توا اغنيه نروح نروح، اعطيني اعطيني الوصفه السحريه اللي عملتها في نروح، اللي فيها ان بو دو افرو، فيها راب شونتي، فيها برشا، فيها محليه كل ديكسيونير اللي استعملته، شنو هي ومنين خذيت الانسبيراسيون تاع اغنيه الروح اللي باش نسمعوها توت سويت؟ أغنية الروح أيمن كنت راكش على أصحابي في كريتي في 94، أصحابي نوجه لهم تحية، وكنت حالي مش حال الموسيقى ووليت ندندن في الريفران، وبعدها عملت لي كوبلي ما كتبتش فيها برشا الحق، كتبتها ممكن في ثلاثة سوايع ما طولتش فيها برشا، وهيك الانسبيراسيون كانت بإحدى أصحابي في 94 في اللاك جي سكة تعدى طول الموسيقى والله زادت وحدها يا أيمن. تحية تحية لك تاتي جي 13، تحية للناس الكل في الغربة اللي يسمعوا فينا. نخليكم توا مع أغنية تاتي جي 13 في نروح على ديوان اف ام وراجعين.